بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في موضوع قريب جدا وجديد، خلايا الجسد ستشهد عليك. إثبات علمي أن الخلايا ممكن أن تنطق. تمكن العلماء من تخزين معلومات على شريط الدي ان ايه للبكتيريا والاحتفاظ بهذه المعلومات لالاف السنين. هذه التقنيه تسمح للعلماء بكتابه المعلومات على خلايا البشر مثلا او على جزيئات الماء، ويمكن القول بان كل شيء حي قابل لتخزين المعلومات. هكذا جعل الله خلايا اجسادنا قادره على تخزين كل اشكال المعلومات، ولذلك فان اعضاء الجسد سوف تشهد على اصحابها يوم القيامه. هذا ما أشار إليه القرآن في آية عظيمة، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سورة النور آية 24. ولذلك فإن هذه الآية ترد على أولئك المشككون الذين ينكرون يوم القيامة والحساب، وأنها لا يمكن ليد أو رجل أو أي شيء من الجسد أن يتكلم. فقد أثبت العلماء أن أعضاء الجسد تخزن المعلومات، وأمام هذه الحقيقة لا نملك إلا أن نقول سبحان الله والله أعلم.